زي ما عودناكم ان كل حمله بنطلقها بنستمر فيها الى ان يشاء رب العالمين. يمكن بعض الحملات فعلناها اكتر في شهر رمضان لان احنا كنا قلنا رمضان احلى بنفع العباد، فلما بيكون في عمل فيه نفع فيه خير فيه محبه فيه ود بين الناس بنفعلها اكتر في الشهر الكريم، وده اللي احنا قلنا هنستمر فيه بعد رمضان. الناس اللي بتستنى رمضان فقط بتشوف في الخير كتير قوي في رمضان، ولكن بقيه السنه بيكون وضعها ايه؟ يمكن اطلقنا قبل رمضان حمله دعم المسنين ودعم دور الايتام وكملناها في رمضان وفعلناها اكتر في رمضان، ولكن مستمرين فيها ان شاء الله طول السنه. والنهارده اخترنا ان احنا نيجي في جمعيه الباقيات الصالحات. ليه اخترنا جمعيه الباقيات الصالحات؟ لان هي فيها اكتر من منحة ممكن نسلط عليه الضوء، وأيضا إن احنا نتفاعل معهم وتكون حملتنا مشاركة معهم فيها. جمعية الباقيات الصالحات يمكن تتميز بأن فيها بترعى أكتر من اتجاه وأكتر من نطاق، ممكن يكون فيه بقى هو نفع العباد بشكل حقيقي وهو اللي يكون فيه حملتنا اللي احنا بنفعلها طول السنة. هنشوف هما بيعملوا ايه مع المسنين اللي بلا مأوى، والناس أيضا فيهم أيضا مسنين اللي هما ليهم أهل صحيح ولكن بيتم إيداعهم هنا، ولكن في حاجة جديدة هنشارك معاهم فيها النهاردة وهنكمل معاهم فيها ونطلق حملتنا معاهم اللي هي المسنين اللي هم مصابين بالزهايمر. وإيه هو الزهايمر وإزاي كيفية إن إحنا نقي أهالينا منهم وإزاي نتعامل معاه، وإذا كان أي حد عنده زهايمر إزاي كيفية تعامل الأهل معاه، دي حملتنا اللي إحنا هنطلقها معاهم النهاردة وإن شاء الله هنستمر فيها. وأيضا دعم مرضى السرطان، هم بيدعموا مرضى السرطان ولكن بيعملوا حاجة جميلة جدا اللي هم بيدعموا مرضى السرطان اللي جايين من القرى وجايين من الأماكن النائية البعيدة اللي ملهمش مأوى هنا وما عندهمش ما يعني ما عندهمش طبعا الإمكانيات اللي هم يقعدوا في مكان الأهالي اللي بتودي ولادها هنا عشان ياخدوا الجرعات، فهي بيتم إيواءهم هنا وبيتم إيداعهم هنا في الدار لحد ما ياخدوا الجرعات بتاعتهم ويرجعوا لبيوتهم تاني، وكل دورة علاج بيجوا دايما. فإحنا النهاردة جينا علشان نشوف كل التشكيلة اللي ما بين هنا وهنا، كل الحملات اللي احنا أطلقناها من بداية حملتنا ازاي ممكن ندعم معاهم وازاي النهارده نفرح بيهم ويفرحوا بينا. النهارده جايبين لهم هدايا بسيطه بالتعاون مع بنك الكسه، وقلنا ان احنا نحاول نفرحهم ونفرح بيهم، وزي ما بقول لكم دايما الفرحه قبل ما بتوصل قلوبهم بتوصل قلوبنا، وقبل ما بنحاول ان احنا نفرحهم مجرد ان احنا بنشوف قد ايه الناس دي بيحسوا قد ايه باهتمامك وان انت جاي لحد عندهم علشان بتقول لهم احنا معاك تعالوا معانا نقضي يومنا النهارده ونشوف ازاي ممكن نفرح بيهم ويفرحوا بينا. السلام عليكم. الحمد لله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله وبركاته. اعرف عليك؟ مهندس ابراهيم طحون، مدير بالمقاولون العرب بالمعاش. مرحبا بقناة المحور بجمعية الباقيات الصالحات وبالسيد الدكتور رئيس القناة ومقدمي ومعدي ومخرجي وجميع العاملين بالقناة، ونرجو من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلقاء نظرة عطف ورعاية لأصحاب المعاشات على أن يكون المعاش آخر مرتب قبل بلوغ سن المعاش، حيث أنه يغطي تكاليف الحياة اليومية بالكاد. ما شاء الله، حضرتك مجهز قبل ما نيجي؟ مجهزة. طيب قول لي باشمهندس، أنت حضرتك بالك هنا قد إيه؟ دخل على سادس سنة هنا إن شاء الله. عندك أولاد؟ عندي أولاد أيضا، وتعليم عالي على فكرة يعني، وتخرجوا يعني تعليم عالي وتخرجوا يعني. زوروا حضرتك؟ والله دي يعني الأخت هي بس اللي موجودة معايا، أما ذلك فأنا عامل بقين يعني هم نشوني وأنا نسيتهم. المهون عليا كل ذلك يعني اختي والحاج محمد، ده اخونا الكبير الحاج محمد الشوقي مدير دار ابي هنا، اخونا الكبير وسام اللي وراني كلهم يعني ما شاء الله، والدكتور عبله والدكتور مروه والدكتوره لينا وكل العاملين معاهم. الحمد لله يعني على صله كبيره مع بعض يعني الحمد لله. ربنا بيعوض برضه. لا ما هقول لحضرتك، اما ان يزوروني فده واجب عليهم طبعا، هم يجوا يزوروا حضرتك يعني. زياره؟ لا ما تطلبش منهم الزيارة، مفروض هما اللي يجوا يزوروك، انت اديت واجبك وانت ليك حق عليهم اصلا. الحمد لله نحمد الله ونشكر فضله. يديك الصحة والعافية يا رب، ويهدي لك الأولاد يا رب ويخليك ليهم يا رب. آمين. اللهم يهديهم لنفسهم حضرتك، بر والدهم هما اللي هياخدوا الثواب، واحنا ما قصرناش فيهم. حضرتك موجودة؟ موجودة.
برضه ما بيجيش؟ لا. ربنا يهدي لك الحال. الله يبارك فيك. الله يكرمك. الله يبارك فيك. دي هديه بسيطه كده ويعني. شكرا. ربنا يدي حضرتك الصحه. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ بتقولي حضرتك ايه؟ ازي حضرتك؟ نعم. ازي حضرتك؟ حضرتك بقى علاج مثلا وتربية أمي وتربية كويسة وكل اللي انت عايزة بتلاقيه والحمد لله رب العالمين. يعني أمي 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 فعلا وسبع يعني سبع. عايز أقول لحضرتك هنا كفاءة عالية جدا 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 فوق الوصف. ربنا يديك الصحة يا رب. نعم. ربنا يديك الصحة والعافية. ربنا يديك الصحة والعافية. ربنا يديك الصحة والعافية. الله يديك الصحة. ده هنا هو كل اللي انت عايزاه. كل اللي انت عايزاه بتلاقيه. كل اللي انت عايزاه بتلاقيه هنا. كل اللي انت عايزاه حضرتك. ربنا يديك الصحة والعافية يا رب. حاجة بسيطة. طب حضرتك. حاجة بسيطة. هدية بسيطة. طب حضرتك. طب اقول لحضرتك حاجه. كل سنه وانتم طيبين لل هقول لايه للعالم كله. كل سنه وانتم طيبين جدا 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 جدا. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. وانت بالصحه والسلامه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الله يخليك. ازي الصحة؟ الله يبارك. الحمد لله كويس؟ الحمد لله كويس. يديك الصحة والعافية. خليك زي ما انت. خليك زي انت مرتاح. اتفضل. حاجة بسيطة كده. حاجة بسيطة. ربنا يديك الصحة يا رب. الله يخليك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. الحمد لله. ازاي صحه كويس؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. مبسوط هنا؟ الحمد لله. حاجه بسيطه كده. يا رب يمسك مستكرين. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا. ازاي حضرتك؟ الله يكرمك ويخليك يا رب. ربنا يكرمك. اتفضل حضرتك. انت تتبع الرقص واحدة عندنا قريبنا من قرايبنا كأنها والله أنا ما أنا قريبة حضرتك. أنا بنتك. الله أنا بنتك. يا ريت يا ريت يا ريت. ليه الشرف. ليه الشرف يا والدي. والله الله يحفظك ويخليك. يديك الصحة والعافية إن شاء الله. قولي حضرتك هنا بقالك كتير؟ لا لا ده لسه قريب. انا احنا في مصر الجديدة. بس كنا جايين هنا بس علشان ناخد حاجات بتاعتنا ديت وبتاع بس. انت جاي هنا تاخد حاجة وتمشي. ما بمشي على طول. قاعد يعني. لا 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 لا. تعزمني طبعا عندك في البيت؟ يا تيجي تفضلي عندنا. مش هتعزمني؟ اهلا وسهلا. اهلا اهلا وسهلا والله. اروح عندك البيت كده وتعزمني على اكله حلوه. يا سلام. عينيا الاثنين. تسلم عينيك يا رب. يسلمك يا رب. يسلمك من كل سوء. الله الله يخليك. عندك اولاد؟ اولادي بس اثنين بس موجودين بس عشان التانيين كان حصل حاجات حصلت بتاع يعني ما مش عايزة اكررها. مش عايزة ازايد اكررها. بس ادي الموضوع كله. ولادك موجودين. ربنا يديهم يعني. ربنا يخليهم لك يا رب. وامهم اللي موجودة معنا. بس انا ما شفت الحكاية دي بصيت لقيت الدموع نازلة من عينيا. ان انا يعني ليه كده يعني تعمل الحاجات دي. تسلم. تسلم يا رب. تسلم. ربنا يسلم. متضايقه انا بصيت لقيت الدموع نازله من عينيا دي وعينيا دي. دي الشر عندك من الدموع يا رب. اصل المفروض الواحد يعني دال على نفسه يعني تقول لك كتر خيرك وبتاع وما اعرفش بتقول انا جبت لكم الحاجه اللي انتوا عايزينها اهي.
ربنا يسلمك يا رب ويخلي لك اولادك ويخليك لينا. واحنا انت ترى مؤخرا عندك حاجه كويسه. عندي حاجه كويسه؟ طب الحمد لله. وشك باينه. ما صحيح والله عندي حاجه في وشي ربنا يكرمك. حاجه كويسه، حاجه جينات كويسه، يعني حاجه كويسه. ربنا يكرمك ويعزك يا رب. شوفك بقى هنا. انا يعني مش هتقطع من هنا، هجي لكم على طول. انتوا تساووا مني. طيب الله يخليك ويبارك فيك. انت مبسوط بوجودنا؟ هنجي لك على طول. لا انا موجوده. ربنا يديك صحه يا حاج محمد ويخليك لينا يا رب، ونسعد بوجودك وبوشك السامح الجميل ده. ايوه اللي ايوه اللي اللي ايوه اللي عمل لك ايه ايوه اللي عمل لك ايه ايوه اللي عمل لك ايه ايوه اللي عمل ايه قلبي. ربنا يسعد قلبك. ازاي حضرتك؟ كويس؟ صحتك كويسه؟ الحمد لله. الحمد لله احسن. الحمد لله احسن. ربنا يديك الصحه والعافيه. الله يكرمك. اسم حضرتك ايه؟ اسمي سعيد. عم سعيد؟ سعيد ان شاء الله. سعيد؟ ازيك يا حاج سعيد؟ ابو لازمته ايه؟ دي حاجه بسيطه خالص، يعني اقل من انتوا قد ايه عندنا، وان احنا بس بنقول حاجه بسيطه. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك. تكرونا بيها بس لما نمشي. ربنا يوفقك ان شاء الله في عملك وتبقى كويس ان شاء الله، وربنا يطول عمرك يا رب ويخليك اولادك ان شاء الله. يا رب يدينك صحه يا رب. هيك عندك اولاد؟ انا عندي اولاد. يعني قد ايه؟ عندي عزه وطارق. عندي ثلاث اولاد. ثلاث اولاد بيجوا يزوروك؟ بيجوا يزوروك. الحمد لله ربنا يخليهم لك. الله يكرم. الله يخليك ليهم. يكرم. الله يكرم. نور دنيتنا كلها. الله يكرم. الله يكرم. يديك الصحه والعافيه. شكرناهم. شكرناهم جدا. شكرين جدا. ازيك؟ لسه بلمي. اسمك ايه؟ انا اسمي احمد خميس عظيم فاي. احمد، انت احمد هنا بقالك قد ايه؟ محافظة البحيرة. محافظة البحيرة؟ طب ما شاء الله، يعني احلى ناس. قولي انت بقالك هنا قد ايه؟ انا بقالي 8 شهور. يعني جيت ازاي؟ انا كنت في السيدة زينب وجينا حالة الشنوغات، جابونا على جمعية البوكيت. كنت في السيدة زينب، انت رحت بنفسك بارادتك يعني؟ يعني انت رايح السيدة زينب تقعد فيها؟ بزورها. دور السيدة زين. وبعدين جينا على دور التشنجات، الحالة النفسية والعصبية والتشنجات، وجينا يجيبونا على هنا. طيب انت عارف اهلك فين يا احمد؟ اهلي في محافظة البحيرة، في كفر نجلة، مركز المعمولية. يعني هما موجودين يعني عارفين ان انت هنا؟ مش موجودين، الله يرحمهم جابونا على هنا عن طريق جمعية البكيات الصرحات. والدك ووالدتك الله يرحمهم. الله يرحمهم من زمان. ومالكش اخوات؟ انا ماليش لي اخ في الاردن بقاله 4 سنين. اخ واحد ومسافر الاردن بقاله 4 سنين ما نزلش؟ ومفيش الا انا وهم، انا وهو احمد خميس حسين فايد بس، ماليش الا هو بس. كنت عايش لوحدك الاربع سنين دول قبل ما تيجي هنا؟ كنت عايش لوحدي. عايش لوحدك. بعد كده ما لقيتش اخوك وما لقيتش حد، فروحت نزلت السيدة زينب. نزلت السيدة زينب عملت زيارة لها. و ما عندكش قرايب تانية يا احمد؟ فاكر مثلا قرايبك فين؟ قرايب امي من جماعة السجة. قرايب والدتك فين؟ من جماعة السجة. ما يعرفوش يعني ان انت هنا؟ ما يعرفوش ان هنا. خلينا نقول ده اللي انا عشتها في السيدة زينب. قعدت قد ايه في السيدة زينب؟ يجي لمدة 6 شهور. 6 شهور كده في قاعد في الشارع؟ قاعد في الشارع لمدة الزيارة دي. مفيش حد بيجي يزورك هنا؟ ما كانوش مهتمين بيا. ما كانوش مهتمين بيك؟ ابويا وامي الله يرحمهم من زمان
وعيلتي جماعة سقة وعيلتي جماعة فايت. هنا مبسوط؟ أنا مبسوط هنا ومهتمين بي وكل حاجة مهتمين بي ومصيبين يعني. الحمد لله ربنا يديك الصحة والعافية. انت وانت وانا ماشية كده ناديت لي قلت لي تعالي انا عايز حاجة، عايز ايه؟ انا كنت عايز تليفون اتصل باهلي في جامعة البحيرة. عايز تليفون موبايل؟ موبايل، تليفون موبايل. تكلم معاك ارقامهم؟ انا معايا رقم عمي هنا عايش في البحيرة مركز المحمودية. عايز تكلمهم يعني؟ هما وحشينك عايزهم؟ عايز اكلمهم يعني. عايز اكلمهم، عايز يعني محتاج ان انت تشوف اهلك صح؟ محتاج ان انا اشوفهم هنا. ربنا يديك الصحه والعافيه وان شاء الله المره الجايه يكون عندك الموبايل وتكلم بيه كل اهل. الله يبارك فيك يا رب، الله يبارك فيك يا رب. احنا جايبين لك هديه بسيطه، هديه بسيطه كده. الهدية جميلة والله. انت الاجمل. الله يبارك فيك يا رب، وانا انبسطت وفرحت والله. ربنا يسعد قلبك يا رب، ربنا يسعد قلبك يا رب ويسلمك يا رب. شكرا، ربنا يبارك فيك يا رب. ازاي حضرتك؟ الله يخليك. الحمد لله. صحتك كويسة؟ الحمد لله. اسم حضرتك ايه؟ لطفي محمود متولي. حاج لطفي انت بقالك هنا كتير؟ انا هنا من فترة يعني، من فترة كنت في البيت عندي في الشارع سعد جلول، وبعدين لقيت نفسي لوحدي. قالوا لي لا يعني في الدار فيها رعاية كويسة. يديك الصحة والعافية يا رب. عندك اولاد؟ لا الحمد لله، انا ربيت اخواتي. اخواتي محمد متولي الفنان، محمد متولي، وعبد الجواد متولي اللي هو في المعاش، وعبد الجواد ومحمد، والله يرحمه حنفي توفى، وله ولدين برضو مهندسين في شبرا ان شاء الله. طب ما فيش حد من اخواتك او ولاد اخواتك بيجي يزورك يعني؟ يزوروني في المناسبات، يقولك هنا في المناسبات او بالتليفونات، في اتصالات بيني وبينهم من التليفون يعني. ربنا يديك الصحة والعافية. الله يخليك. عليك الخير والبركة، واحنا هنا ولادك برضو. الله يخليك. اسمح لنا كل شوية ان احنا اللي نيجي نزورك. اهلا بيكم، وزيارة طيبة جدا، والحمد لله كتر خيركم انكم دايما بتراعوا الناس المسنين الكبار السن وتزوروهم لحد عندهم ومن غير ما تتعبوهم، وده شيء جميل جدا يعني. يعني احنا نجي لك على رموش عينينا، واحنا اللي بنسعد بان احنا نيجي لحد عندكم يعني، دي حاجه بتسعدنا قبل ما تسعدكم. ربنا يخليكم، بارك الله فيكم. يا رب ومجيتنا دايما كده تكون لطيفه وتكون بتسعد قلوبكم. اهلا بيكم، اهلا بيكم، اهلا بيكم دايما، بارك الله فيكم. يا رب يعني دي هديه بسيطه كده لحضرتك. بارك الله فيكم، ربنا يخليكم. السلام عليكم. برحب دلوقتي باللواء أسامة آدم، مدير الإعلام والعلاقات بجمعية البقية الصالحات. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. بحييكوا على اللي أنا شايفاه النهاردة، وشايفة قد إيه إن أنتوا متفردين بعناية المسنين، مش بس اللي هم نعتبر اللي هم بلا مأوى، ولكن أيضا معظم اللي موجودين هنا اللي هم عندهم الزهايمر، وخاصة إن أنتوا بتقوموا بعلاج يعني الحالات بشكل إن هم يقدروا يتوائموا مع الحياة ويقدروا يتكيفوا بشكل يكون أفضل كويس. يعني طبيعي إن البني آدم في الحالة دي بيبقى غير مدرك تماما، ولكن الحمد لله شفنا بعض الحالات اللي قادرة تتكلم، بعض الحالات اللي واعية شوية، فده حاجة كويسة جدا جدا يعني. أحييكم عليه. شكرا يا فندم، واحنا بنرحب بيكم. واحنا فعلا جمعية البقية الصالحات برئاسة الأستاذة الدكتورة عبلة كحلاوي بتتفرد باستقبال مرضى الألزهايمر. طبيعة العمل في الدارين اللي سعادتك شرفتينا فيهم هو إعادة تأهيل المريض طبيا وحركيا ونفسيا واجتماعيا. احنا شفنا هنا ناس مش فاكرة حاجة خالص، وناس يعني متذكرة شوية، وناس يعني حالتها صعبة، فدي المراحل المختلفة
بالظبط يا فندم. يعني انا عندي مثلا اول مرحله في الالزهايمر اللي هو النسيان او ضعف الذاكره، يقولون عليها ويكنس ان ميموري، بيبقى ناسي الشوارع، ناسي اسم زوجته، اسم اقاربه، اسم اصدقائه، بينسى العملات يتعامل بيها ازاي، ما عارفش الفرق بين الخمسة جنيه والعشرة جنيه. المرحله الثانيه من الالزهايمر اللي هو بنقول عليها التقلبات المزاجيه، اللي هو بنقول عليها مود فلكتويشن، يعني ايه؟ بيبتدي يضحك بدون سبب، يبكي بدون سبب، يشك في الاخرين، يتجول بلا هدف جوه الشقه، يقول لك مثلا انا عايز انزل اجيب ابني المدرسه، وابنه ما شاء الله مخلف مثلا، ولكن هو بيعتقد كده ان هو لسه الولد موجود. المرحله الثالثه وهي اخطر مرحله، بيبتدي بقى يتلفظ فيها المريض بالفاظ ما كانش في المعتاد وهو سليم بيقولها، يعني كنت الراجل ده يعني قمه في الادب والذوق، لا دلوقتي بيشتم، عايز يتعرى، بيبقى بيوصل في النهايه ان هو بقى قعيد فراش كمان. طبعا المرحله دي من اخطر ما يمكن، فاحنا ساعتك اللي بنحاول بقدر المستطاع المرحله اللي بيجينا فيها المريض ما نحاولش ينتكس وينزل المرحله بقى الاخيره اللي بتنهش فيه يعني، والعياذ بالله ربنا يعافيهم جميعا. يعني بالظبط دي بنلجا فيها العلاج الدوائي بس المساند يعني، وبقدر المستطاع بقى بيبقى دور بقى الطبيب النفسي ودور الاخصائي الاجتماعي في الحته دي، ان احنا نحافظ عليه البقيه من حياته، لان ده بيبقى شبه منتهي يعني، فانا بحافظ عليه بكده. انا فعلا بحيي حضرتك جدا وبحيي كل القائمين على ده، يعني هي فعلا اكيد يعني رساله صعبه، واكيد دوركم مهم جدا جدا، وان انتم تتخصصوا يعني ويكون ليكوا اتجاهكم في الجزء المهم جدا اللي ممكن الكل بيغفل عنه. فانا يعني بحييكم وبدعي في الاخر اقول ربنا يكرمكم، يعني مفيش حاجه غير ان ربنا يجازيكم عن ده كل خير.